بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة من الوالد محمد بن صالح الصمي النسي، موجهة إلى الشيخ بوصل. يقولوا ما قال أبو إنها محمد بدأ حرفين وخسرت راس البيت وعرفت واليها. أنا البارحة سهران ما ساجف الطرفين ولا عاد بفسر وهي بيد واليها. ويا صقر يا رايح مدوي على جناحين، ويا صقر ويا صقر يا سارح مدوي على جناحين، وبلغ رسالتنا وصرح على ويها سلامي بعود أخضر، ولكين في لكين على قوم فرج والخرب لا كماليها، وانا ما ادنا من قبل في نهار حنين ثلاث قاربت لشناخ تقرح بشاليها، ويا مرحبا وهلين جاني حديث زين، ويملى السعودية ودير انا هاليها، ويملى جنوب الشرق والبحر والبرين، ومن قيل شاعر ما طرحنا استقاليها، ومن عند بوصة دين عنده، وعندي دين ومن عند بوصه دين عنده، وعندي دين ومليون قد نخوان صحت بشاليها، ومليون قد نخوان صحت بشاليها. وقم يا شوي يضحك على صحة الرجلين، وقم يا شوي يضحك على صحة الرجلين، وغاو القمر مهور مثل الهلاليها، وبقصف سعيفي واحمد ابنه وهم واقفين، ونضحك ونلعب في نهار قتاليها، وشبوه بلادك هي وعرمه ولا الثكمين، وعاد البريكي معتقد ما يخليها، وشبوه بلاده هي وعرمه ولا الثكمين، وعاد البريكي معتقد ما يخليها، وشوف دهر في التحديد يا نهد لا تقوين، شيمها مع الصمي فرشها ويطويها، وفيها عساكر هي ويمطار والعطفين، وعاد الحنك فيها الجبل وسها ليها، وجد الكرب خلها وجد الكرب خلها، وقلنا مع المذيل ونحن وياهم كجر في ناس هل فيها، ويرعون وفلات الوسوم أهل هذربين، ويرعون وفلات الوسوم أهل هذربين، ويرعون وفلات الوسوم أهلها ذربين، ولا عاد نرحمها كلهنا جواليها، ورغم أن كسب الجد الأرباع والربعين، وقال النقيب أرضي وهو ما وجد فيها، وقال النقيب أرضي وهو ما وجد فيها، ورحنا المرخى دي مع فجة الحيدين، وخلنا مصالحها على ذي صاليها، وما بنت ابو زيد الهلالي عليها هوين، وقالت تبا معنا ونحنا نخليها، ولا حد يخلي خلها زين ولا شين، وهاشت عظامي يوم تبكي سباليها، وقد طار فتنه، وقد طار فتنه عند بدوان سود العين، ولكل ثمر قير ونطعم حواليها، وقد نجزع مليوف فرض وحسين، وجانب رمى نجران يسمع مقاليها، وانا بقول وذا من برامجنا صدر مقرب السجنين، وبا يسمعك الناس غالي وباليها. سلامتكم.